هروح معاك بقى لفقره الاسئله السريعه بسرعه جدا. أوكي. ما تفكرش. يلا بينا. غدا عادل ولا غدا عبد الرازق؟ غدا عبد الرازق طبعا. ماشي. منى فضالي ولا ساره سلامه؟ ساره سلامه. سعاد حسني ولا فاتن حمامه؟ لا سعاد حسني الطيب المفضل ايه. طيب عبد الله جمعه ولا علي ربيع؟ الاثنين فيهم شعر من بعض وكوميديا من بعض. عبد الله جوه هو دمه خفيف عامه، دمه خفيف جدا. طب احمد محسن ولا سليمان عيد؟ فهمش شعر. بس الاثنين بيقدموا ضحكه. مين اوسم؟ مين اوسم؟ سليمان عيد طبعا طبعا. صالح جمعه ولا محمد رمضان؟ محدش يتوقعه. يا ابني الاختيارات دي. صالح جمعه ولا محمد رمضان؟ هو فعلا الاثنين محدش يتوقعه. هو صالح جمعه بالنسبه لي محدش يتوقعه كده كده، فانا هختار صالح. جالكوا التمرين بالجلابيه؟ يا نهار ابيض على اليوم ده. جالنا لقينا داخل لابس الجلابيه والزي بقى البدوي الجميل وماسك السبحه في ايده. اقسم بالله. لا صلاح كارثه كارثه والله. باسم مرسي ولا الليسي؟ هو باسم فيه كل المميزات الا ان صوته وحش. فا يعني اختار الليسي. اختار الليسي عشان الصوت. افغاني ولا عباس حمود؟ افغاني عباس حموده. افغاني كده كده افغاني بيشغل عباس حموده يعني. فقشط. زيزو ولا كريم فهمي؟ بتضحك ليه؟ انت عارف انا بضحك ليه؟ لا هتقول والله انت عارف. لا مش هقول. لا 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 لا, طيب. لا لا حاجه كده كنا قلناها جوه مع بعض بس. يعني زيزو ولا كريم فهمي في الوسامه؟ في الوسامه بسرعه. كريم فهمي. الفيل الازرق ولا اولاد رزق؟ اولاد رزق. شيكابالا ولا حسام غالي؟ شيكابالا. ايه مش سامعه؟ شيكابالا. حاجه يعني حد قريب يعني حد بحبه. باهر محمدي ولا رضا البحراوي؟ الاثنين اثنين تبع سلطان الشن. قشطه. سلطان حبيبي. سلطان حبيبي. لما تغني الرضا حته واحده بس. لا 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 صوته وحش جدا. واحده حته كوبليه بس. كوبليه؟ انا كوبليه عشان حد يعني بحبه وبيحب الاغنيه دي. ناس مني ومن دمي. بس ما تضحكش الناس علينا. طيب علي ماهر ولا ايهاب جلال؟ ايهاب جلال. جريد ولا كارتيرون؟ كارتيرون. الاحمر ولا الاصفر؟ الاصفر كده 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 كده.